الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا اليوم يوم الأحد الموافق سوى كالجامعة سوباري أنه بتمين الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك نقدم هذه الكسوة لهؤلاء الأيتام الذي تبرأ لهم أختنا أخينا من دولة هولندا أزكان سلطان كاياماس أزكان سلطان من دولة هولندا نقول لك جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك الإسلام و تتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة جزاك الله خيرا بارك الله فيك سدد الله خطاك ونفع بك الإسلام والمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغارب اللهم يا رب بارك في سلطان وبارك في أمواله وبارك في أولاده وبارك في أرواحه وبارك في عياله وبارك في جميع شركاته يا رب العالمين اللهم اجزني بالإحسان إحسان بإحسان وبالسيئات عفوا وغفران تقبل منا إنك أنت السميع العليم وببركة هذا اليوم العظيم يوم السابع والعشرين من شهر رمضان 1442 لكم منا جزيل الشكر والإرفان من دولة بنين ويحييكم جمعية الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.